رحتي لها دارها؟ ايه، خذت حيلي كسر خاطري، وبالذات يوم شافت صورتها ضاق خلقها. انزين يا اختي، ايه مو قالت ان هذه الصوره كانت عند صالح؟ شو وصلها حق الرجال اللي يحط لنا سوالف عند الباب؟ اكيد يعرف صالح. واي انا خايفه بصراحه، المفروض نبلغ الشرطه. انت يا ميتي، اي شرطه تبين تفضحينا؟ وبعدين فرضي ان صالح متورط بشغلات. لا 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 يا بنت الناس، يعني ما نبي القيل والقال والناس تلاحقنا بعيونها، خلينا كذي احسن. صدق محترانه ومقهوره، يعني منو هذا اللي قاعد يلعب باعصابنا؟ منو؟ ودي اعرف هذا الشخص منو؟ الو، هلا، بالبيت قاعد. يعني واحد قاعد بالبيت شي يسوي؟ يرقص؟ قديش بالبيت قاعد؟ شفيك؟ انا شفيني ولا انت شفيك عدنان؟ انا داقي عليك وايد، محتاجتك اوفر، متضايقه ومخنوقه. ما شاء الله عليك، مبين من صوتك مقطع الزعل الحين. عدنان شو الحكي؟ انت شفيك؟ شرها علي، انا داقي عليك وقاعد اشكي لك الحال. وايد توقعت بتكلمني احسن من كذي. ايوه تدري شلون؟ يلا يلا باي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك عدنان؟ الحمد لله بخير. أقول لك أبوك موجود؟ إي أبوي موجود. زين وأمك موجودة؟ لا والله أمي طالعة، عندها مشوار بتخلص بترد. هي أصلا لا تدري إنك أنت هني، كانت قاعدة تنطرك. لا ما يخالف، أنا جاية حق أبوك موضوع عن الشغل، وتدري أمك ما تحب تقعد ويانا بهالأمور. عساكم على القوة، بحث هذا شغلكم. المهم أنت شخبارك؟ ماشي الحال الحمد لله. عدنان مو ناوي تشتغل مع أبوك بالشركة؟ لا يا معودة، أنا بعيد عن السوالف، أنا وين وشغلكم وين؟ المهم ايش تشربين؟ قهوة وسط. اوكي صدق الخدمة موجودة بس انا بقوم اسوي لك اياها. يلا على راحتك. خذي راحتك بيت بيتك. حيني عدنان، انا علمك. فجروا عسى ما شر، ايش فيكم؟ ايش صاير قاعد تهاوشون؟ دي مو عدنان، ما ادري ايش فيه، مو بالعني. اقول لك لا يكون عنده وحده غيرك. قطيعة تقطعك انت بعد، شو الحكي؟ يا معوده انا خايفه لما ابوي يرد من السفر يدقرني وما يخطبني. لا لا تقول كذي. سليمان، ممكن اكلمك شوي؟ كلميني، ايش فيك؟ انا بسال وانت لازم تجاوب. اوكي اوكي. شنو في بينك وبين خالد؟ ماكو شيء. مو عليه الحكي، انا ادري انكم تناجرتوا. قولي يمكن اقدر اساعدك. متاكده تبين تعرفين؟ بس ما تقولي حق احد. امشي معي. الموضوع ما في ان خلود ما يبيني اماشي ربعي اللي تعرفت عليهم بالمعهد، اللي قاعد اروح وياهم شاليه. ليش؟ ما ادري عنه، يقول لي لهونك عن دراسه. سليمان بقول لك شيء، لا تزعل مني، ترى صدق لهونك عن دراستك. ها انت جاب لي دراستك بالاول درسي كلها قاعده مجابلت لي خيره. يعني شو اسوي اذا اختك قرقه؟ الا انت تحبين القرقه والسوالف. سليمان ايش فيك علي؟ أنا على هالسبالة وناقصني قفص وحذفون علي السبالة، الحمد لله والشكر شاذي. قوة يما، أنا طالعة. لا 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 رحة. ورحة بروح المكتبة أجيب شوية أغراض. شو أغراضها؟ يما أبلة
يا الله نسيت اسمها، شو اسمها لابلا؟ يما ذكريني شو اسمها؟ المهم هذه لابلا قالت تبي اقراض شوي حق مجلسها. اي ابلا طبلا اللي تبي الاقراض ها؟ تدري شو المشكله؟ اني انا حافظتكم عدل وعارفه اذا انتم قاعدين تكذبون ولا لا، عيالي واعرفكم زين، تحكي خيره وين بالذلفين؟ ايش دعوه يما ايش دعوه انا بنتك تربيتك تقولين عني اكذب؟ وين بروح كلها للمكتبه؟ ثاني شي نسيتوا امس سويتوا فينا؟ قعدتونا وخليتونا نلزق بهالصحن نلزق نلزق ليه طاحت ظهورنا؟ ابي صمق. لا اصيغج؟ ايه مو مشكله، خذي اخوك وياك. اي اخو؟ جاسوم. يما جاسوم قاعد يحضر حق المسرحيه مع خالتي امينه. اي مو مشكله، خذي سليمان. حو يما انت في زهايمر؟ سليمان عنده معهد. زهايمر اللي يضرب راسك قولي امين، اخذي واحده من خواتك. ما ابيهم. كلهم ما تجيب بوزهم كأنهم حظي، هذا اللي ذايا وياي ما بيعلون قلبي ما ابيهم. لا والله صدق بعد ما لك عذر، اخذي عمك يعقوب بعد لا تحكين وتقولين عنا شيء. يما انت تبين تذبحيني؟ تبيني اموت؟ تبين باكر تسوين لي جنازه هني في البيت؟ ما ابي ما ابي هذا يعل قلبي اي كائن بالدنيا الا عمي يعني. يعلك العله قولي امين، يعلك العله يا خيره قولي امين. ذلفي وروحي بسرعه وتعالي. وياني وياك تتأخرين صدقيني اصلوب صار عند الباب عشان خاطرك، بس عشان خاطرك باخذ وياي الويلو. باي. ذلفي ذلفي عينك قارتني. شوف هالجمله لازم تقولها بصوت عالي وبثقه ولازم تكون بدايه المسرح زين. السلام عليكم خالتي، احنا طالعين تبين شيء؟ تعالوا. ورايحين؟ بروح المكتبة. أنا قلت حق أمي وأمي قالت لي أوكي واخذي لولو وياك. مع السلامة. لا تعالوا، لازم تستأذنين من أمك. ها أمك وصلت، يلا كلميها واستأذني منها. لا تطلعيني كذي مالي شغل. خالتي زين إنك جيتي، أمي قالت لي أروح المكتبة عادي وقالت لي خذي لولو معك عادي؟ إي عادي، بس أبي لولو بموضوع وعقبها تيجي معك. تعالي وراي. وأنتي قعدي مكانك. زين جسوم حبيبي شوف، وهذه الجملة الثانية عاد هذه الجملة لازم تقولها مباشرة للممثل اللي قدامك. هلا يما. أقول لك لولو، أنت شو اللي بينك وبين سليمان والبدرية؟ أنا؟ لا أبوي اللي بقبره. تحكي يقولي شو اللي بينك وبينه؟ يما شنو بيني وبينه يما؟ وضحي لي، ما مو فاهمه. لا تستعبطين لولو انتي، انت عارفه انا شو اقصد. انت تكلمينه ويكلمك. يما شو الحكي يما؟ احنا كلنا رابين ببيت واحد يما من واحنا صغار، بعدين ما يصير يكلمني ويعطي ظهري. لا ما يصير يما، انتي ام الادب والاخلاق، بسم الله عليك ما شاء الله الادب ينقط منك. اقول لك يما، لما تكونين تحت عيننا كلنا وتسولفين وتتحكين وتقشمرين معاه هذا عادي ويطوف، بس لما ياخذك وبروحكم وتطلعين للحوش وتكون كلام بينك وبينه هذا ما يصير. خلني اقول لك شيء، انا بقول لك كلمتين ما راح اعيدهم مره ثانيه، تخلينهم حلقه بدونك. انت جيتي هذا البيت وانت ياهل صغيره، قعدتي معاهم ولعبتي وسولفتي مع الصبيان ومع البنات وعادي. الحين انتي صرتي مرة، يعني عمرك خط أحمر، سوالف ما في، قشمرة زايدة ما في. أنا ما بالقيل والقال يطلع علي الحكي، تحشمين نفسك وتحترمين عمرك. فهمتي ولا أزيد؟ حكي بينك وبين الصبيان بعد ما في، لأن هذيل مو إخوانك. يما ايش فيك يما؟ ولا كلمة، تقولين حاضر يما وتطسين عن وجهي. الو؟ هلا يما احمد، شلونك؟ شو اخبارك؟ ها وينك يما؟ مو على اساس اليوم تجي تتعشى عندنا؟ هاو؟ نسيت؟ وي يعني ما تبي تذوق طباخ وسمية؟ الله يهداك وعلي عليها، كسرت بخاطرها لو تشوفها، الدموع اربع اربع. سويت لك عاد هذاك المحمر اللي حبه قلبك، تدري فيك تحب المحمر وتموت فيه، بس يلا بعد شي نسوي؟ الله كريم وعلي عليها، مقروده متعوده على الدقرات. سامحيني خالتي حقك علي.
اليوم بالذات مشغول حبي. والله لهيت ونسيت. ان شاء الله اعوضك بخلص. ولا تزعل وسميه وتشيل بخاطر خلص. يلا مع السلامه. يلا يبا الفيلم ببلش الحين خل لحق. انت اسمعني روح قبل يسبقني انا بروح اسمح لاخ ان شاء الله وياك. يلا يلا ماشي. يلا. بدريه انت من صدقك بتودين هالصحن الملصوق حق المره تبين تكشفنا؟ اي بودي ابي افتك من سالفه هالصحن. اي بس اذا وديناه الحين اكيد بننكشف. وايه كيفها عاد؟ تنياز هي وصحنها انا بروحي مالي خلق عمري. يعني ايش دعوه مالك خلق بدريه؟ يعني ترى ندري ان السالفه مهي هينه وندري انت بروحك مالك خلق بسبب هالصوره اللي شفتيها اليوم، بس عاد مو كذي الله يهداك خلاص عاد فوتيها. بدرية حبيبتي احنا ما راح نهدك، احنا معاك بحزنك وبفرحك بضيجك وبعسرك وبيسرك، ما راح نهدك احنا، اللي بيجري عليك بيجري علينا، لا تضيقين خلقك. يا بعد عمري لا خلا ولا عدم، انتوا خواتي وانتوا اهلي، انتوا كل شيء بالنسبه لي. خلاص عاد يا بدرية خلاص، لا تضيقين خلقك، والله قلوبنا تقطع عليك. بدرية أسوي لك شاي زعفران؟ أنت هاي هاي وين جايبتني؟ مطعم ولا مكتبة؟ حبيبتي أنا مو جايبتك هني عشان تغيرين جو وتطلعين وتشوفين الناس، حبيبتي أنا جايبتك هني عشان تدشين داخل تناديلي واحد اسمه ياسر. يلا يلا حبيبتي. نعم حلفة لا حلفة حلفة يدش نادي واحد اسمه ياسر، دشين أنت نادي أنا شكو في شوفي. لا تقعدين تطولين لسانك وتكلمين بصوت عالي لان احنا بمكان عام وانا لحد الحين قاعده اتكلم معاك باسلوب راقي جدا، عشان كذي روحي شوفي اي موظف من اللي يشتغلون داخل قولي لهم ابي بابا ياسر. يوم انك جايبتني مكان عام كان قلتي لبسي شيء سانع نفس الاوادم، بعدين ايش بتسوي لي يعني اذا ما دشيتي ايش بتسوي لي انتي؟ انتي يا الهيلقيه تكلمي عدل، احنا بمكان عام ولو سمحتي دشي داخل نادي واحد اسمه ياسر لان انا جايبتك هني عشان تنادينا لي. يلا 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 قولها صحي يا جراندايزر انت، انا ماني داشه دشي انت. يلا يا رب سامحني على اللي بسوي. سامحني يا رب. وخريزي ايش قاعد تسوون انتوا قدام مطعمي؟ الناس قاعده قاعد طالعكم. ياسر شلونك؟ ترى انت فهمت غلط، ترى شعر اختي بس اعدلها لانه مو كاشخه قدام الناس. شلونك؟ تمام زين ما دام واقفين كذي وقاعد تهاوشون دشوا داخل خلنا نضيفكم شوي. لا ترى احنا كنا هني قريب رايحين مكتبه قريبه وقلنا نمر شوي هني. ليش تقول ليش تقول ما كنا قريب ما كنا لا تقص على كذا. كنا بمكتب مكتب والله هذه الساعة المباركة. زين حياكم داخل خلينا نشربكم شيء نضيفكم على الأقل. ساعتك أبرك مشكور. لا إن شاء الله مرة ثانية يعني مهيم زينا اليوم. ما يصير كذي يا خيرية، عي لازم توعديني بيه ثانية للمطعم، وها هالمرة لازم تدقين قبل لا تين عشان زهب لزديتش الطاولة السنعة وذاك الأكل السنع، ولا إيش رأيك يا خيرية؟ خلاص إن شاء الله المرة الجاية أنا بدق عليك. يلا دير بالكم تبون شيء؟ يلا باي باي. هاي انت يا ابو عزوز بالبيت بتدوسين ببطني ومسويت لي حركات يعني انت القويه، وينك قلبتي اليسه مره واحده؟ شوفي حبيبتي الحين فعلا بدوس ببطنك، الحين فعلا بصلك ابو عزوز هني، اقول يلا 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 نادي راجو يلا. روح اي زين روحي نادي راجو، مرة قلت انا كماري روحي انت نادي. انت ليش ما تتكلمين شوي شوي؟ ليش ما تفهمين ان احنا بمكان عام؟ ترى وايد اوفر وايد تبي تلفتين النظر. يلا يلا يلا, 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 يلا نادي كمار كمار راجو كله واحد المهم نادي. شايبكم وراي؟ ليش لحقيني؟ قايله لكم بروح لها بروحي. لا ما تروحين بروحك، احنا قايلين لك من البدايه ريلنا على ريلك، احنا معاك بالسراء والضراء. تبينا نخليك تقابلين هذه المليقه ام لسان طويل بروحك؟ لا والله كل البته. يعني ايش بتسوي فيني؟ تذبحني؟ ليش اني كسرت صحنها؟ وي هذه لسانها هالطول بتقول لك كلمتين بتغثك بيصيروا مثل العظم في بلعومك. اخاف الا انتوا اللي تفضحوني. إيه صبروا بس صبروا خلينا نشوفها نشوف الخدامه وين هي. ماري اقول ماري مدام هني داخل داخل يلا داخل يلا داخل يلا داخل يلا وين طايره وين طايره؟ اروح انا قبلكم. تعالي وين. هلا والله هلا والله هذه الساعة المباركة. بس ايش دعوة؟ أنا يوم قالت للخدامة إنها جابت الماعون استغربت، قلت ايش دعوة يا حافظ؟ وينها بدرية وين شرايتها؟ يعني بس
جابت الماعون؟ لا تسأل لا شيء، مو المفروض نقعد مع بعض نشرب لنا شاي نشرب قهوة، ولا ايش رايك؟ أنا غلطانة؟ لا طال عمرك ما أنتي غلطانة يا أم بسام، صادجة. المفروض نمر عليك ونزورك، بس هم احنا معذورين يا خيتي، لو يا البيت والعيال مقيدتنا. الله يعينكم، انا ادري فيكم وادري بظروفكم، الله يعينكم. بس ما قلتي لي احمد شلونه الحين؟ لا اسم الله علي لا اله الا الله، بنشرب شوربتك عقبها قام مثل الحصان، الله يحفظه ما عليه الا العافيه، تحسن وايد. الحمد لله الحمد لله. أنا قايلت لك هذه شوربتي، شوربة أم بسام، وشوربة أم بسام غير الطيب اللي ما يطيب. وترى بعدين حتى الماعون غالي، صيني، خزف صيني أصلي، تلفين الديرة كلها ما تلاقين مثله. وأحمد مثل ولدي، والغالي ما يرخص إلا حق الغالي، وأحمد غالي. والله يخلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كبر وصار ريال وسد مكان أبوه، بس البيت من غير راعي ما ينبغى. صاجة صاجة كلامك في متمة، البيت من غير ريال ما يسوى بيزة. ويه ويه عمنج عمنج لا تعمل روحك يا حبيبتي. خليني عشان لا ينكسر أصب لك شويها. لا حبيبتي خلي عنك، الحين الخدامة تي وتصب لك. لا ويه حافظ ما احنا غار. حبيبتي على راحتك. ميري 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 يب الحلو. اي الحلو الحلو بدرية، باشروها احنا مقص. يلا طوفي يا ميري طوفي روحي، لازم ناكل الحلو. صدف وحالة عليه. شلون احنا لازم يبونا من برا طلبية؟ إيه طلبية بعد شو تسوي؟ غدا شركم. روح شرك. انت شر اقول لك ماكو مثله بالديرة. إيه طبي من برا ما يخالف، يبونا لك ان شاء الله. بالنت يبونا. اي نت انتي؟ أقول لك أنا متأكدة شفت رقمها وصورتها بتليفون ولدك. شاصط في الحلوة هذه عدل، هذا معناته بدينا نسحب عيال صالح صوبنا شوي شوي. لحظة خل أفهم شو السالفة، شو الحكي هذا؟ شلون نجر عيال صالح صوبنا؟ ليكون عندنا أنا ولدي يبي ياخذ واحدة من بنات صالح، ليكون هذا اللي يحبها ويبي يخطبها. يخطبها؟ إي وهذا تلح ثور ما يفهم، ما عنده إلا واحدة بس يحبها، مسوي نفسه حبيب الأخ، ويقول إن الفترة الأخيرة صارت لها ظروف هذا اللي خلاهم يأخرون الملكة. عدل هي بنت صالح، لأن بعد ما سافر أبوها تأجل مشروع الزواج. الحين ولدك يبي يتزوج وأنت ما تدري منو بنته؟ أنا إيش دراني عنه، أنا فضيلة عنده أمه هي اللي متكفلة فيه. يا جماعة خلونا من هالسالفة، خلونا الحين نعرف نستغل علاقة البنت بالولد عشان نعرف نسوي اللي براسنا. شو قصدك؟ قصدي علاقة عدنان وفجر راح تفيدنا وايد، مثل ما علاقتي بأحمد بكره لما يشتغل بالشركة راح يوفر علينا مشوار طويل. تصدق يما يا أحمد بندقيت علي وأنا جيتك طايرة، حتى شغل اللي بالوزارة ما خلصته، والسبب أنت. يا حياك الله خالتي، هذه ساعة المباركة، ودام شايف تخلص معاملاتك بالمره تاخذ معك الهديه هذه. وي هديه؟ ايش هديته؟ هذه حق وسميه، اعتذار مني له على اللي صار بس اني ما يذكر. مشكور يا نظر عيني مشكور. وي ما قصرت، ليش مكلف على عمرك؟ ليش هالكلافه؟ لا فعليش خالتي، لا كلفت على عمري ولا شيء، وسميه غاليه عندنا بعدين ما نرضى على زعلها، وان شاء الله تقبل اعتذاري. صدقك الا بترضى ونصه عشر ثلاث ارباع. وي احد حصل له هديه من احمد الغالي ولد الغالي وياخذها، والله بترضى وريولها فوق رقبتها بعد. اي والله. ايش تبي؟ سمعي ترى روحي واصله معاي لهني، مالي خلق اي شيء، وانت اكثر شيء بالدنيا مالي خلق الحين.
مديرتها عزفتني تقولي وين امك. مو هذا موضوعنا، تعالي تعالي تعالي. ليش مره لما رحنا العياده ليش ما اخذتي طبيه؟ كل مره تقولين باكر اقول لك شنو العقبه وما تقولي لي. بعدين تهيه تك يوم رحنا المطعم هذاك ليش اقول لك ايش تبين كلميني؟ شنو في بينك وبينه؟ خلصتي؟ عورتي راسي؟ سكتتي الحين؟ فضحتيني فضحتيني، ما تم احد ما سمعنا. سمعي انا صدق رحت العياده وشفت الدكتور وتكلمت معه بس ما قدرت اخذ الطبيه. ليش؟ لانه ولدي وكسر خاطري وقلت ما بفضح ابوه قدامه فسكت. وبعدين رحتنا المطعم، اللي رحنا للمطعم هذا يصير ولد الدكتور. ارتحتي؟ بتسكتين ولا قص لسانك لك اي شيء؟ هذا ولده؟ ما يقول لك شيء ان ما سكتي هذا لسانك راح اقص لك، فاهمه؟ بعدين تعالي تعالي، انت قمتي تحبين صار عندك احساس صرتي بنيه شوي. ها شوفي انا بدفنك هني بذبحك، ولين ذبحتك ما حد يدري ولا ليش؟ خلي يدرون عادي، وانا عندي كارت مينون رسمي يعني اذبحك عادي اذبحك. كيفكم حبتكم القراده؟ حق امي الحين. عدنان ايش فيك صاير؟ امشي ركب وياي. وين اركب معاك؟ وين اروح؟ انت ايش فيك النت؟ اخواني معاي بالكليه. انت ما تدري مين؟ قلت لك ركبي وياي. عدنان ايش فيك تصرخ؟ انا ايش مسويت لك؟ تبي تعرفين انت ايش مسويه؟ من سوالفك وخرابيطك اللي قاعد تسوينها من وراي بالانستغرام. ليش كذي تسوين؟ ليش؟ اجر المحاضره بلشت، ليش اخرتي؟ يلا خلاص يا فجر، هدي هدي، ما صار شيء. انا مو مستوعبه شلون عدنان يمد ايده علي. عدنان رفع ايده علي بغى يطقني، شلون من متى؟ والله انا من شفتها انه ماسكت شو كذي صاحبتش لي برا انا قلت هذا بيطقها. وزين اني لحقت عليكم يا معوده. زين قولي لي انت تعرفينه عدل؟ اقول لك كان جاي خاطبني بس ابوي سافر وما تمت السالفه. يعني عدنان وايد يحبني ويخاف علي بس ما ادري ايش فيه كذي قاعد يسوي. يعني شلون كذي يشك فيني؟ زين بسألك سؤال، بس لا تزعلين مني. زين اخوك خالد يدري عنه؟ يدري ان في واحد اسمه عدنان وخاطبني بس ما يدري اني اكلمه. وهذا شلون يسوي كذي؟ يعني ما يخاف ان احد يشوفكم بالجامعه ويقول حق اخوك؟ ولا اخوك بنفسه يشوفكم؟ هذا وياكم نفس الجامعه. مو هذا اللي مينني. عدنان طول عمره حريص علي وعلى سمعتي، ما ادري شلون شي شك فيني فجاه، واساسا بروفايلي مبيوق. مبيوق؟ زين ليكون هو اللي بايقه ودا شايف اللي فيه. حتى لو هو اللي بايقه ما في ولا شيء غير رسائل رفيجاتي، كومنتات اخواني، ماكو شيء. هاي ليش يسوي كذي؟ هذا مينون مو صاحي؟ ما ادري ما ادري ما ادري ايش قاعد يصير فينا، جد ملينا. خلاص انت هدي هدي خلاص. ها واجهته؟ يا عمي هي واجهتها. انا اليوم بغيت اعفس الدنيا. افا ليش؟ اوكي برحت لها الجامعه وسحبتها شي قدام رفيجاتها، بغيت امد ايدي عليها. غلطان. انا قلت لك روح واجهها، ما قلت لك روح طقها مسوي لي نفسك رامبو على راسي. انا يبا ايش دراني بعد؟ وتالي ايش صار؟ ما صار شيء. تلقاها الحين حتى ما تشتهي تطلب وجهي. يعني فليته؟ لا بل فال الله ولا فالك. انت من اول ما رديت والفقر لاحقني. لا يبا انا بنطر كم يوم تهدى الامور بعدين برد اكلمها مره ثانيه. اسمعني يا عدنان، انت اخوي وبيني وبينك عيش وملح، وانا ما ارضى بالغلط. لا تترس راسك بكلمتين وتقول لك لا وانا وما سويت شيء وما دخلت الشات ومن الكلام هذا. اساليب البنات واللعب هذا انا خابزه عدل واعرفه. شوف هذه بيوم من الايام راح تكون زوجتك، يعني شرفك، يعني عرضك. ايش تسوى عليك قاعد بينك كذي بالديوانيه ويطمر لك واحد ويجيب لك طاريها انك كانت تعرفها ولا انك كان مكلمها بالشات؟ ذيك الساعه راح تصير مطنزه ومهزله قدام الربع. فتشك عمرك. فوق هذا كله ما تسوى عليك. اسمعني، لا تورط نفسك بوحده من بدايتها لعب. فكر بكلامي عدل يا عدنان، تذكر ان اخوك يبي مصلحتك. اوكي؟ وانت كيفك.
شوف كابتن، هذا الموقع انا ما اعرف اسمه بس هذه صورته، فري ميوزك بعدين ما ادري شنو، هذا تنزله عادي كل الاغاني تنزل ما تنطر 20 ثانيه ولا يعني اسهل شيء هذا. دايركت تنزل اغاني على طول ها؟ اي اي ما تنطر ما تنطر، الباقي كلهم يلوعون الكبت. زين في اغاني عدنيه؟ في كل شيء عدنيه، جلسات، حتى اذا بتنزل طيور الجنه مثلا عادي. كفو. حبيبي. انتم شكلكم حواركم هذا وايد مطول. ليش تبي انت؟ بطلع انا. وين بتروح؟ معهد؟ لا مو المعهد، بروح مع ربعي اول، تالي بروح معهد. منو ربعك هذولي؟ ربعي يدد ما تعرفونهم. ايه ايه يا ابو ربع يدد، ليكون بترد حق مشيري وشلته الفاسد هذا. انت ذبحتنا؟ كل ما قال لي كل ما قال لي مشاري. اي مشاري؟ شكو مشاري الحين؟ قاعد اقول لك ربع يدد ما تعرفونهم. خلاص خلاص انت لا توتر، اسمع على موضوع ربعك. شوف هذا موقع هني تقدر من خلاله تدور ربع، تعال خلنا اعطيك. والله فاضي احمدوه، ترى انا باخذ السايق وقول حق امي ان سلم خذا مشوار تالي يرد لهم، لان كنا بيروحون سوق ما ادري وين بيروحون. زين ماشي اوكي، أوكي. يلا مع السلامه. ما تبي هذا مال الربع الفاضي؟ يلا عاد تعال. انا ابي ايش تبي انت؟ ابي مال الربع هذا. انت حدد موقفك اخوي، تبي اغاني ولا تبي ربع؟ الاثنين. انزين انا طال عمرك خلص عندي، كان عندي قاعد هني والله وفقك ان شاء الله الدنيا واخره. زين عرفنا على واحد فيهم. يلا منك زين انت، انا ذمت حملك. شو الاخوان هذا؟ شاليه؟ شاليه منو؟ شاليه احنا. وانتم وين لكم شاليه؟ عادي بنأجر شاليه، ترى مو كل الناس اللي عندهم شاليهات شارينهم. ايه بس اللي أجر شاليه بهالوقت يا انهم فاضيين ولا عيالهم خلصين المدرسة. احنا كل واحدة فينا لاعب شبدنا واحنا نلاحق عيالنا على الدراسة. اي والله وانتي صادجة بشلعة الروح علشان يبطلون كتبهم، بعد هنا بنقول لهم شاليه؟ لا يوزوا عن الربربة وماكو شاليهات. يما يبن استاذ ولكم بانشيات. حلو خوش والله، حق الحوادث والاصابات. وينك يا سليمه؟ مغمى عليها من الحره عليك. الحين احنا يلا ندبر صرفكم. شلون بندفع قيمه الشالي؟ ما تقولون لي. انا عندي. شنو؟ اشتو انت عندك؟ انت هبابه يكفي معاشك لاخر الشهر. لا ابشركم، انا سويت جمعيه مع الربع بالدوام واسلمها اخر الشهر ان شاء الله. وانت بعد يما حطي فوقهم شوي ونكملهم وناخذ الشاليه. يلا عادي يلا. يساعدوا الريال نيته زينه، الريال تعطوا طوله، حطوا له صندوق صغير، سووا له اي شيء، خلينا نروح نستانس عاد، حرام عليكم، ابكي ترى. اي والله، كل النقد في نقد. بالضبط، النقد انا مو فيني بس نقد، فيني نقد وحزن، انا والله كلامك منطقي. وي عشتوا، حتى المتوت نعمة الله، وانت ايش فهمك بالنكد والهم ها؟ اقول السريح انت بالذات لا تتكلم، غربلتنا بمسرحيتك انت يا ابو النكد حالات الوي. نكد ابن انت شعرفك بالنكد؟ والله العظيم بزر، ما قلتوا لي هذا متى مسرحيته؟ عقب باكر. ايه عقب باكر انت ايش عليك؟ مستانس فرحان، انت ما وراك شيء، احنا اللي شلنا الهم كله، بدل الام الوحده صارت عندك امين، وامك مجابله مطبخها وجدورها. ما يعني انا ما استاهل؟
واي منك انت ما ينقدر عليك، تستاهل حبيبي انت. زين هو يستاهل واحنا ندش بالطوفه؟ يا جماعة الخير قلنا لكم ساعدونا، احنا ما نبي شيء، احنا بس نبي مساعدة، يعني ماكو شاليه الحين ولا شو الموضوع؟ خلاص نطروا، خلونا نجتمع انا وحريم ابوكم وبعدين نعطيكم راينا وقرارنا. اوكي يعني انتم تجتمعون كلجنة عليا وتبثون بعدين الخبر. اي ممكن 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 نقول لكم باكر طلع الهلال. ثبتت الرؤية. ويع ويع ياهل ياهل، خلاص قلت لك شوي، ما احنا مطولين، شوي نمشي. ها مشير ايش فيها يعني اذا قلت لك بمشي؟ وبعدين انا قايل لهم بالبيت ما اقدر اتاخر. ياهل ياهل، انا قايل حق امي ما اقدر اتاخر، انا ما اقدر اطلع برا البيت. خلاص قلت لك شوي امشي، قوم خلينا نتسوق الحين، قوم خلينا نتسوق عشان اتاخر. يلا قوم. اي انت تسوق؟ من صدقك انت؟ انا فلوسي على قدي، بروح ما عندي فلوس. ف وانا وين رحت؟ جيبي وجيبك واحد يا اخي. لا تكفى مشيري الله يخليك. أنا كبتي متروسة هدوم، أصلاً الكبت فايض من الهدوم، مو محتاج هدوم كلش. فايض من الهدوم؟ تبي الصراحة السلام، بس ما تزعل؟ ذوقك باللبس خايس، ما تعرف تلبس، وين ماركات؟ وين؟ ما عمري شفتك لابس ماركة. شيري، شنو يعني وين الماركات؟ أصلاً أنا وين قاعد أروح؟ قاعد أروح المعهد، أروح كافيهات وياك، أقز ويا خلود، إيش حق ألبس ماركات؟ بعدين أنا أبو الماركات، أعرف كل الماركات، تبي أعدد لك إياهم كلهم الحين؟ وين ابو الماركات يا عمي؟ انا عمري ما شفتك لابس ماركه. انت قاعد تطلع ويانا، احنا ربع قاعد يلبسون، كل شيخه قاعد نقعد مكان ذرب، مكان راقي، طالع بلبسك كذي تفشل، واقسم بالله تفشل. سلام تبي صدق مشاري؟ اذا فشلكم خلاص ما اطلع وياكم بعد. وي الواحد عسى ما يقط عليه قطه الا بوز وعقد النون. خلاص بقى انت غشمر نضحك. قم خلينا نتسوق في محل هني عليه لبس جبار. قم خلنا اوريك. يا قم زين خلنا نطلب التشيك اول. يلا ادفع وخلنا نمشي. يلا ها توني قايل لك ما عندي فلوس. وي 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 ما يشد غشمره. خلاص اطلبه انا. هاك ادفع انت ادفع. اكسكيوز مي اكسكيوز مي. شفتي شنو قلت لك؟ قلت لك الولد يحبك ودايب فيك، ما انا عليه تزعلين من غير ما يراضيك، وكاهو الدليل قدامك، راح وتعنى وشرى لك هديه بس عشان يشتري خاطرك، خاطرك غالي عنده. يما انت متاكده انه هو اللي شراها؟ لا يا جليلة الحية، صجنك مو أي نعمة. لا أنا اللي شاريتها، إيش تقصدين بالله يعني؟ يمكن عشان تخليني أصدق إنه هو يبيني وأساعدك في اللي أنت تبي تسوينه. أنا قايلة من زمان عيال ما منكم رجع. الحين يا شاقول هذا يزاتي اللي أبي لك الخير؟ أبيك تعيشين متهنية مع واحد مقتدر وأبوه عنده خير؟ العيشة مع واحد أنا مغصوبة عليه ما بيها. أنا ما بيأخذ واحد فرضين عليه فرض. ومو نفرضك علي الخبلة يا بنت الخبلة، قاعد أقول لك الولد شاري خاطرك، شاري خاطرك. يعني هو اللي شراها؟ إيه أوهو اللي شراها أوهو. أحمد وايد حنون وطيب، كل هذا عشان طبخت للغدا وما أكل منه؟ ويا ما بتشوفين الخير بقبال، اليوم عطور، باكر بخور، إزقال، طيران، وهب السعد هبايب الرياح، وزفك له عروس، قولي آمين.